الصراع يا سماء. بيقول يا اختي انا الراجل بتاعك راح يجيب عيش جايلي بتشال هو في حته احسن ونعمه شريفه في حته احسن انت هتبقي احن عليه من ربنا مش هشوفه تاني مش هشوفه تاني تصدق اللي بيحصل ده دفن وعزاء وفي مين في نصها حد يصدق ده كله يا جدعان كلفت في دقيقة لا في دنيا غير الدنيا لا فيها أهل ولا عيلة ولا أصحاب ولا أخوات الناس كلهم فيها زي بعض انا حاسس ان يدخل عليا فجاه واقول لي يا رايق علمنا حركه جديده يا رايق الموت بقى سهل قوي ما بقاش يفرق بين كبير وصغير راجل ولا حتى عيل اديها لي قبل ما اروح الاسم زي ما اكون حاسس انه مش هيشوفني تاني وحدوه يا جدعان الواد ده دلوقتي في حته احسن مننا كلنا وبعدين مين عارف ما كان ممكن يكبر ويمشي في نفس السكه اللي احنا مشينا فيها وبرضه يضرب رصاصه بس متاخر شويه عندك حق هو خد الطلعة وارتاح صح عارف يا يوسف عارف يا ميمي عارفين وانا في العزاء كنت بفكر في كنت بفكر في نفسي وانا عيل صغير عيل صغير يشوف ابوه الساعة 6 الصبح يرجع من الشغل يفطر ينام كل يوم انا رايح المدرسة كنت بكلم نفسي انا عايز اشتغل شغلانة تانية خالص غير اللي ابويا بيشتغلها عايز لما اجيب عيال اخدهم في حضني وياخدوني في حضنهم في الاخر اشتغلت نفس شغلانته بقيت اسرفز على الناس اخدم عليهم الناس اللي عندهم الفلوس ملهاش حساب يا بختك اديبه انا بقى ابويا استخبى مني العمر كله معرفوش وعيت على الدنيا لقيت نفسي متسلسل في سلسله امي معرفش غيرها حتى اسمي ما كان حد بيسألني عليه بقوله كأني بقول اسم واحد تاني معرفوش سألتها كتير أبويا مين؟ طب أبويا فين؟ ما تجاوبنيش كرهتها عارفين يعني ايه؟ تكره امك اللي انت عايش معاها وما تعرفش غيرها عشان كده لما كبرت كان لازم اكسر عين التخين عشان ابقى احسن منهم كلهم واحلى نظره بالنسبه لي لما اشوف عيون الناس اللي قدامي وهي خايفه ومرعوبه مني والوقت ده هو كان الوقت الوحيد اللي بحس فيه ان انا بني ادم
بني آدم، أنا أحسن بني آدم. أنا بقى عمري لا فكرت لا في ناس ولا في فلوس ولا بنكسر عين حد. أنا طلعت لقيت أبويا قهوجي علم قد الدنيا، طول الوقت كان ريحته محسن، بس كنت بحب ريحته. عمتي كانت رقاصة، بس رقاصة جدعة. ياما سافرت معاها واتخانقت لها، اتعورت وعورت لها ناس. وفجأة ابويا وامي ماتوا، سابولي كل ده، قهوة وعمتي وسماح وانتوا كمان معاهم. اما سيكا ده بقى موضوع تاني خالص. اخويا الصغير وحبيب قلبي، حبي زي ما بيقول، بس طول عمره سواح في بلاد الله. ما قعدتش معاه قد ما قعدت معاكم، حتى الفترة اللي سافرت له فيها طول الوقت كنت بتكلم عنكم، عشان كده مش عارف ابعد عنكم ولا عارف اسيبكم. انا عارف ان الدنيا دي كلها احتام، ما نقدرش نعيش فيها طول ما احنا سمك صغير، نصها وابوه واحنا كلنا سمك صغير. السمك لو اتاكل ملوش داية. حد يقدر يقولي دلوقتي حق نص الغلبان راح فين؟ حق نص عند اللي خلقه اميمي، حق نص عند اللي خلقه اميمي. هي بقت كده عشان دم النص اللي راح ده. انا بقولها لكم، طول ما هنشوفنا الدنيا اسف اسف، طول ما هتشوفنا الدنيا غباوه، الايام دي بتفكرني بنكسه 67، مظاهرات في الميادين وفي الشوارع والابواب كلها مفتحه والجيش مرتبك. كلامك مظبوط، رغم المفارقه بين الحدثين، دي ثوره ودي نكسه. الكلام في سرك. انا البيزنس بتاعي زاد بعد الثوره. معقوله؟ مع ان المفروض الثوره دي قامت عشان تحارب الفساد، لكن الواقع بيقول حاجة مختلفة خالص. كل القوى المكبوتة بتحارب بعض وبتتخانق مع بعض في الشوارع وفي الميادين، كله عايز ياخد البلد لحسابه أو عايز ياخد حتة من التورتاية. ليبراليين على إخوان على يساريين، وللأسف الصور الحقيقيين تاهوا في الميدان، بقوا عاملين زي الأنبياء اللي مالهمش تابعين. وفي الجو ده البيزنس بينتعش طبعا، بيبقى فيه لاعبين جداد ومنافسين من نوع مختلف. منافسين؟ ينافسوا مين؟ ينافسوك انت؟ لا، انا بالنسبه لي تجاوزت المرحله دي خالص، انا اللي بختار العملاء بتوعي. انا بتكلم بشكل عام، في حاله الهدم واعاده البناء دي الانقاض بتبقى كتير والبيزنس بيزيد. المشكله ان النظام السابق كان غطى الكوارث كتير، ولما انكشف حصل انفجار يعدي اي استيعاب، سواء كان امني او اقتصادي او حتى اجتماعي. هي فعلا ازمه لاي حاكم، لانه بيحكم بمنطق حلق حوش. بالظبط، حلق حوش. مرسي على التمثال. تحت امرك. معاك زي الفل. سلام. سلام يا محمود. اه جناح. انا رايح. يا ام خليفه بس. انا يا ابني كده في الشارع. تعالي اقعد ارتاح. هات شوط ميه نحله. عينيا نضيفة. ايه اللي بنزلك على الصبح كده يا ام خليفه؟ اسقيني شويه ميه الاول يا ابني. الميه نحله. ريقي ناشف. الله يا نحله يا دنيا. بسرعه يا ابني ما تتحرك.
اتفضلي يا سيدي. اشرب يا مدام. كتر خيرك يا حبيبي. الف هنا. رايحة فين ولا جاية منين على الصبح؟ أنا كل يوم على الحال أخرج الصبح أروح عشان أملى الأنبوبة، وهناك الناس بتضرب في بعض وبتاكل في بعض وزي النمل يا حبيبي، وفي الآخر يقولوا لنا خلاص شطبنا. شطبنا إيه؟ وعلى الحال ده بالي قد إيه؟ آخ أكتر من 4 أيام يا حبيبي، ومش عارفة أعمل إيه يا ابني. 4 أيام؟ وبتاكلوا إزاي؟ وعايشين إزاي؟ ربك اللي بيرزقك. ده مش أنا بس، دي الحارة كلها على دي الحال يا حبيبي. يا ستي قولي لي، أنا هتصرف أغير لك الأنبوبة. أنا مش عايزة أتعبك، كفاية اللي أنت فيه. تتعبيني إزاي بس يا أم خليفة؟ يا نحلة، تعالى بسرعة. نحلة خد الأنبوبة دي وغيرها. يا ابني ما ينفعش، بقول لك مفيش أنابيب. ها، خدتك بعافية يا حبيبي. ربك هيحلها. يا رب، حلها من عندك. يا رب. يا وستي. يا رب. ما تشغلش بالك يا كبير. ما تشغلش بالي ازاي يا نحلة؟ ده ايه الموضوع ده يا نحلة؟ فيه ايه؟ يا كبير ده موضوع كبير قوي. بقالنا بتاع 3 أسابيع مفيش أنابيب في السوق. احنا ربنا بيحبنا، لولا ان احنا عندنا شوية أنابيب جوه وبنبدل فيهم كان زماننا يا كبير بنولتهم. يعني ايه؟ والناس مش لاقية أنابيب ليه؟ يا كبير، التجار يا كبير والناس بتلم الأنابيب من السوق، الأنبوبة بتتباع ب7 جنيه، يبقى هم بقى ب50 60 70، هم ودماغهم يا كبير. 70 جنيه ولاد الكلب ليه؟ عشان الافتراء دي. افتراء. اوكي. هلو. انت جامد. انت اللي جامد. ها حبي. يا شيماء. زعل امك ليه؟ ابدا والله، ما انت عارف امك. كل ما تشوفني ماسكه التليفون تتعفرط. قلت لها 100 مره بكلم عبير بدل ما اروح لها وهي تجيلي، بنذاكر مع بعض في التليفون. ماشي. ايه بقى حكايه الرجوع متاخر بالليل دي؟ انا بخلص المعهد بطلع 2 ساعة التمرين في المستشفى، الباقي بيطير في المواصلات. اعمل ايه بقى؟ اقول لي ما تعمليش اي حاجه. انا برضو قلت لها كده. قلت لها كمان ان اختي شيماء حبيبتي، لو في اي حاجه في دماغها هتيجي تقول لنا اول واحد. والله انا غلطان ولا ايه؟ طبعا، ما انت عارف ان انت اخويا وابويا وكل حاجه ليا. ماشي. بتجيش صعبان عليا قوي. مش عارف اعمل لها ايه يا شيماء، مش عارف اعمل لها ايه. موضوع نص ده جه ولخبط الدنيا كلها. وبعدين انا وهي يوم في العالي ويوم في الواطي. ومن ساعه ما قلت لها على موضوع السفر ده وهي مش على بعضها. ده البنت فاكراني هخلع منها. ما ليها حق بصراحة، يعني عايز تقول لها إن أنت هتسافر وتسيبها وتقعد تتفرج؟ البت بقى لها كتير مستنياك. يوه، هو السفر ده عشان مين؟ ما هو عشانها وعشانكو، ولا هي عاجبها العيشة اللي هي عايشاها؟ في إيه؟ ما أنت عارفة وكل الناس عارفة والحارة حتى عارفة إن أنا هسافر. هو ده اللي في دماغي يا شيماء، في إيه؟ طب بالراحة عليها اليومين دول، كفاية الظروف اللي هي فيها. حاضر. أقدر الظروف اللي هي فيها، لكن في نفس الوقت مفيش حاجة هتتغير من اللي في دماغي. اللي في دماغي في دماغي. ربنا يهديك. انت قلت لي بنتي شهادة فين؟ قاعدة في اوضتها ما بتخرجش. يا شهودة يا حبيبتي، لسه برضو مش عايزة تروح المدرسة؟ احنا كمان كنا بنحب نص زيك بالظبط، وكلنا زعلانين عليه. شاهد غصب عني يا فيبي، لما صحيت من النوم عشان اروح المدرسه ما لقيتوش بيصحيني زي كل يوم. احنا كنا بنروح المدرسه سوا وبنلعب سوا وبناكل سوا. تعرف يا ديمو، كان بيحبك قوي، كان نفسه يبقى زيي. انا كمان كنت بحبه. عارفه يا شاهد، نصه كان جدع، كان دايما يقول لي نفسه يكبر عشان يعوض امه واخته عن اللي شافوه. الله يرحمه. عارفه نص، عارفه نص فين دلوقتي؟ عند ربنا، هو في مكان احسن دلوقتي، مكان احسن من اللي احنا عايشين فيه. طب اشمعنى هو؟ ليه هو بالذات؟ كان في 100 واحد في الخناق يستاهلوا الحق، اشمعنى هو بالذات؟ ده عمره يا شهد،
وربنا هو اللي اختاره. ربنا عايز ان واحد ما عندوش اي قلب يموت واحد ما عندوش ذنب؟ بص عملوا ايه عشان يعملوا كده؟ ما عملوش اي حاجه، بس ربنا عايز كده. ما نقدرش نعمل اي حاجه، ربنا عايز كده يا شيخ. ادعيله يا حبيبتي. ها؟ ادعيله، ادعيله بالرحمه، ادعيله. انت فينك يا ام؟ كل ده في الحمام، الريس عاوزك. يا عم اخلع انت، الريس مين ده؟ في شرطه وكابس. اخلع بقى تجري اطلع تطيق. انت ما تعرفنيش كويس يا يوسف. والله مجرد سمع يعني. وايه بقى اللي سمعته عني؟ ابدا حاجات مش كتيره ومش مهمه قوي. ان انت كنت طليق غاليه، وان انت كنت شغال عندهم زمان في البازار كده يعني. قصتك دي حاجه ما تعبنيش. لا خالص، الشغل عمره ما كان عيب. وبعدين لو تعيبك يبقى تعبني انا كمان. صح كده. طب عندك فكره انا طلبت قبلك ليه النهارده؟ الصراحه لا. ولا حاولت تخمن كده وانت جاي في الطريق؟ فزوره ولا ايه؟ بص يا يوسف، بكل بساطه كده، انا دلوقتي بنافس الشيمي في شغله، ويهمني اعرف اي معلومات عن الصفقات اللي بيخشها، عشان اكيد دي كمان هتفرق معايا في شغلي. وعايزني ابقى عصفورتك من غير لف ودوران؟ انا عارف انك قريب من غاليه والشيمي في البزار، وانت اللي بتمشي الامور لهم مش عاديين. الله، طب ما انت عارف كل حاجه اهو، كانك قاعد معانا وشايفني. ما اللي قال لك الحاجات دي بقى يقول لك بقيه الحاجات اللي انت عايزها؟ ما هو بقى اللي قال الحاجات دي كلها قمار، ما اقدرش اعتمد عليه في حاجه اكتر من كده. انما بقى انا عايز واد مفتح وصايع يعرف ايه اللي يلزمني وايه اللي ما يلزمنيش. طب وانت الكلمتين بتوعك دول هما اللي هيخلوني بسهوله كده عينك هناك؟ شوف يا معلم، في البيزنس مفيش احسن من الدغري، وكل حاجه عرض وطلب. هتعمل حاجه قصاد حاجه. والله اتفقنا مع بعض اهلا وسهلا وعلى راسي، ولو ما اتفقناش اهلا وسهلا برضه، وهعرف المعلومات اللي عايزها من اي حته تاني. طب انت مش خايف ان انا اخد الكلام ده كله واروح انقله للشيمي وغاليه؟ اخاف من ايه؟ الشيمي وبنته عارفين ان احنا في عداوه ما بيننا. زائد انك هتستفيد ايه لما تروح تقول له؟ كبيرك هتاخد كلمتين شكر على خوفك وامانتك على البازار، وده يا معلم هيتنسي مع اول غلطه هتعملها. انما بقى لو اتعاملنا مع بعض اكيد هتستفيد باكتر من كلمه شكر. ها؟ تحب تاخد فرصه تفكر؟ لا هفكر ليه؟ اللي عايزه تفكير. ما دام فيها اكتر من كلمه شكر اعتبرني معاك. صح كده. اتفضل السلام. ها ايه رايك بقى؟ يجنن يا خالتي، الله ينور. وعليك يا حبيبتي. عارفه يا بنت يا سماح، طول عمري كان نفسي ربنا يرزقني بنوته حلوه زيك كده، البسها فستان فرحها بايدي وازفها على عرسها. اخصى عليك يا خالتي، وانا مش بنتك ولا ايه؟ ايوه طبعا يا بنت. طب انا ربيتك ولعبت معاكي اكتر من موكوس امك. بس برضه يعني كان نفسي بنت من صلبي حلوه زيك كده اصاحبها وتصاحبني وتشيل همي. يلا ما تاخديش في بالك، المهم اسمعي اللي انا عايزه اقول لك عليه. قول يا خالتي. لازما من اول يوم يا بنت جوزك تقريه صح، تقريه وانت مغمضه. اقراه يعني ايه؟ تعرفي طبيعته ايه؟ ايه اللي بيفرحه؟ ايه اللي بيزعله؟ بيتعجنن من ايه؟ مزاجه بيجي على ايه؟ حاكم راجل من دول يا بت يحب الست الشاطره الذكيه اللي تعرف هو عايز ايه من قبل ما يقوله. فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه. برافو عليك يا بت، برافو عليك. ده الريم والنبي ما تخليه يشوف. الله الله الله، رايح فين يا راي؟ رايح فين يا عريس؟ انتوا بتعملوا ايه؟ زي ما انت شايف العروسه بتقيس فستانها. فستان ايه؟ تلبسي فستان وعايز تتزف يا سماح؟ وهو ايه العيب في كده يا اخويا؟ ايه العيب في كده؟ العيب ان الواد الصغير لسه دمه ما بردش وانت بتفرحي. العيب ان صاحبتك اللي بتقولي عليها زي اختك حزنانه وانت بتفرحي. عرفت العيب ولا عرفك كمان؟ يا حبيبي ده قدر ربنا،
وبعدين احنا هنحكم على نفسنا بالقهرة طول عمرنا ولا ايه؟ جرام يوسف انتوا جراشكوا ايه؟ ده اللي عنده كلب بيموت بيحزن عليه. عايزين نعمل فرح وهيصة وزفة في ايه؟ طب علي الطلاق سامح ما في فرح. اخر حاجة اقولها لك، استنى يا راي، انا عارفة انت جواك ايه ومقدر، وبعدها اللي هي في جيجي اكتر منك يا اخويا. انا بس عايزة اطلب منك طلب وساقي عليك النبي ما تكسفني. عايزة بس البس الفستان اتصور بيه صورة، صورة صغيرة يا مين، نحطها على الحيطة ونفتكر اليوم ده طول عمرنا. وقسما بالله ما هدخل بيه الحار عشان ما اكسر لكش حلفانك يا اخويا، والمصحف ما داخله بيه. عارفة اليوم اللي ما بشوفكش فيه بيبقى احساسي فيه عامل ازاي؟ ازاي؟ نفس احساسي بالظبط لما الترجي كسبنا وصعد للنهائي. انت مفيش في دماغك غير الكورة؟ لا طبعا، نصها بس والنص التاني في الورشة. وانا فين بقى ان شاء الله؟ انت في قلبي يا قلبي. طب اثبت. اثبت؟ على الحرام من ديني قول اي حاجة دلوقتي وهي تتنفذ. وش ما تروحش الماتش الجاي ونخرج؟ لا كله للماتش الجاي يا شيماء، ما ينفعش. ده طار بايت مع الغربان. غربان؟ غربان ايه يا شيماء؟ انت كنت بايته بره ولا ايه؟ بتوع الامن المركزي. الله، انت ما تعرفيش ان هم ضربونا كلنا وخدوا مننا ناس كتير ولا ايه؟ ما ينفعش ما اروحش الماتش الجاي يا شيماء، ما ينفعش. دي هتبقى معمعه، لازم اقف جنب الناس. انت بتروح تشجع ولا تتخانق وتضرب وتتضرب؟ مش خايف على نفسك؟ مش خايف يجرى لك حاجه؟ طب مش خايف يتقبض عليك؟ يا بنت الناس، احنا مش بلطجيه جايبينهم عشان يثبتوا الناس ولا دفع لنا فلوس عشان نضرب ونكسر وخلاص. لا، المساله احترام يا شيماء، احترام. لازم الناس دي تحترمنا وتقدرنا. وبعدين بقى هما اللي بيبداوا بيغلطوا نسكت لهم؟ لا ازاي، ما يصحش. روحوا اتخانقوا معاهم واضربوهم ويضربوكوا، واللي يقدر على التاني. ما هي فتحه صدر بقى. لا اله الا الله يا بنتي، ولا فتحه صدر ولا حاجه. طب احنا ليه لما بنروح الاستاد بنقعد نقول ايه لما الجون بيجي؟ هبل. طب ليه بنقعد ندب برجلنا على الارض لما اللعيب تتقطع منه الكوره؟ مجانين احنا يعني؟ يا شيماء بيبقى في ناس مالهمش في الكوره وبيروحوا يشجعوا بلدهم. حتى حبنا لبلدنا يا شيماء عايزين نكتمه جوانا، ما ينفعش. دي الساعه ونص بتاعت الماتش هي الحاجه الوحيده اللي بتنسينا القرف اللي احنا عايشين فيه. والمشكله بقى ان هم لا عايزين يسيبونا في حالنا ولا عايزيننا ننفس على اللي جوانا. طب نعمل ايه؟ ناكل في بعض؟ بس انا ببقى خايفه عليك. ايه بجد؟ والله انت ما عندك دم ولا بتحس. طب بقول لك ايه، انت ما جوعتيش؟ اصل بصراحه الكلام الحلو ده جوعني. ها هتعزميني على ايه؟ وكمان انا اللي هعزم يعني على الرجاله؟ ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الجو ده؟ خلاص هعزمك انت واهل. عايزه تاكلي ايه؟ بتزوريش. نعم بتزوريش. بقول لك غربان تقولي لي بتزوريش؟ حرام عليك يا شيماء، حرام عليك. طيب ماشي بتزوريش، يلا تعالي. يلا والله، ده في مكان احلى، والله في مكان احلى من اللي احنا عايشين فيه. استهدي بالله يا بنت الناس، استهدي بالله. لا ما بالله، لا ما بالله، استهدي بالله. مش قادرة يا دي والله.
عارف انه غصب عنك. غصب عني والله. عارف غصب عننا كلنا. مفيش حد يعرف يعمل المصنعيه دي ومن دول. ده شغل المستوطن القدام بتوع زمان. ما هي حماد اسماء قالت كده برضه. حماد اسماء؟ هو العقده ده بتاعك ولا بتاع حماد اسماء؟ ده شبكه اسماء. بس الوليه حماتها كانت شايلها لما ابنها يجي يشبك. يعني بتشيلنا على دماغها حاجه. هو ورهولنا عجبنا وقرنا الفتحه على كده. طيب يا ست ربنا تمم بخير. امال ليه عايزه ترهنيه؟ اصل يا مقدس اللي مطلوب مني اكتر من طاقتي، وانا نفسي افرح ببنتي واخلص بقى. ما قلناش حاجه. طب بس افرضي انه جوزها سالها فين العقد، هترد تقول له ايه؟ ما هو ده اللي انا قصدك فيه. يوم الفرح ان شاء الله هستلفه منك تلبسه مسافه الفرح، وانا بنفسي هجيبه لك يوم الصباحيه. عايزين يقلع بنتك شبكتها يوم الصباحيه؟ ليه؟ هجيبها هنا احطها في الدرج؟ هعلقها في الفترينه؟ مش قادر استنى يعني؟ مش عيب كده يا ام اسماء؟ ما هو برضه يا اخويا اصله يعني. بصي بقى امسكي ده ترجعيه مكانه زي ما كان، وبكره الصبح تاخدي اسماء وتروحوا الاثنين شارع عبد العزيز، انا هبعت معكم مسعد. هي هتنقي الحاجه ومسعد هو اللي يدفع، وانت بقى مش مطلوب منك غير انك تتزغرطي. انت مش بتعرفي تزغرطي؟ بعرف يا مقدس. طب ما تسمعيني كده. مكسوفة عشان الواد أخو جيجي. الله يفك الخير يا أم أسماء. أمال جيجي فين؟ ما هي جيجي لسه ما نزلتش. أنا مديها يومين بس تروق شوية زيادة، يعني مصيبة برضو كانت كبيرة. ربنا يبارك لك ويكرمك يا رب يا مقدس. خلاص يا ستي اتكلي أنت على الله، بس أوعي بقى تنسي ما تعزمنيش في كتب الكتاب. وانا اقدر، ده انت شاهد على كتب الكتاب كمان. شاهد على كتب الكتاب ازاي بس يا ام اسماء؟ دي لازم اسال فيها ابونا الاول. فوتك بعافيه. اتفضلي يا ستي مع السلامه. انا اتكلمت مع الراجل صاحب الارض وتقريبا كده شبه اتفقنا. عارف يا بابي لو طلع كلامه بجد والارض دي فيها شغل، بتوع السفاره هيأجروا ويخشوا على طول. طب وهو؟ اتفقت ما ياخد فلوسه يبعد عن الصوره خالص. طب لما هو يبعد بتوع السفاره يبتدوا، احنا دورنا ايه بقى؟ دورنا ايه يا بابي؟ هناخد عمولتنا طبعا. وناخد عموله ليه؟ ما نطلع احنا الحاجه من بحالهم. يا بابي يا بابي ايه اللي انت بتقوله ده؟ الناس دول بالذات ما ينفعش معاهم كده. احنا لازم نكسب ثقتهم. يعني ناخدهم واحده واحده. انت ناس انهم عندهم حصانه دبلوماسيه ومسنودين؟ يعني يقدروا يدخلوا ويخرجوا في الاثار زي ما هم عايزين. وساعتها لو واحدة زي الزفت دي اللي اسمها فريدة عرفت تبقى تورينا بقى هتعمل ايه. خلينا كده يا بابي من بعيد لبعيد احسن. عندنا حاجات كتير قوي عايزين نفكر فيها بعد موضوع التمثال الاخراني ده. ولا انت عايز فريدة بقى كل شوية تسلط علينا الجنرال؟ عندك حق، انا غلطت لما رحت للجنرال ده. ده كلب كلب ما سويش، ما اعرفش غير مصلحته. مع انه كان رجع للتمثال كنت هديله اللي عايزه. ولا يهمك يا بابي، ما تشيلش هم. احنا لو كسبنا الناس دي هنعمل معاهم احلى شغل، ونفك بقى من فريده والجنرال والناس دي كلها. اوكي غالي، انا مطمن كل اللي بتعمليه يا حبيبتي. ما تقلقش يا بابي، انا همشي دلوقتي اروح اجيب رامي المدرسه واتكلم بقى معاهم في حاجات كده شويه عايزه اخلصها. مع السلامه يا حبيبتي. باي يا بابا. باي. انت وقعتلي من السما ابو يحيى، انا اللي كنت اتعكشت كان رحلوني وقتي. وانت يا ابني اللي مصبرك على اللي انت فيه ده؟ ما ترجع بلدك وتشتغل هناك اي حاجه احسن. اي حاجه يا ابو يحيى؟ انا لو اشتغلت 100 حاجه فوق بعض مش عارف اجيب الربع اللي انا بعمله هنا. وانت شايف نفسك عملت حاجه هنا؟ ايوه طبعا عملنا وجبنا فلوس، بس مخبيه في بيت الاشباح. بيت الاشباح؟ ايه بقى بيت الاشباح ده يا سيكا؟ ده البيت اللي ساكن فيه 20 روح. مصريين تلاقي، سوريين تلاقي، ليبيين موجودين، اللي انت عاوزه. ده جامع الدول العربيه تانية يعني. لا يا عم احنا مالناش في السياسه. طب بقول لك ايه؟ احنا نسيبنا بقى من الكلام الفارغ ده. انا لو جبت لك شغلانه كويسه قوي هتريحك وتضمن لك اقامه هنا مدى الحياه. تشتغل معايا سيكا؟ خيرك سابق يا ابو يحيى، ده كفايه الواجب اللي انت عملته معايا النهارده. بس اديني يومين بس كده اظبط حالي واكلمك. طب ماشي، ظبط حالك ورد عليا يا سيدي. ماشي يا باشا، عن اذنك بقى يا باشا. السلام عليكم.
نورت يا سيكا. ايه في ايه؟ بنت شهد. ايه؟ طب ما تفضلي عشان ايه؟ لازم ارد. ايوه يا رخمه. ايه؟ رخمه؟ انا في عينك ده نمك. هي دي يا بنت السلام عليكم اللي بتردي عليا في التليفون؟ معلش يا ماما انا كنت فاكراكي شهد. انت فين يا بنت؟ وبعدين ايه الدوشه اللي حواليكي دي؟ انت في الشارع يا بنت؟ لا انا لسه في المستشفى ما خلصتش، وبعدين ده الشباك، انا قاعده جنب الشباك. طب ما دام في المستشفى بقى اندهي لي حد من زميلاتك اسلم عليه. هتقولي لها ايه بس يا ماما؟ وبعدين الو ايوه الو هي في ايه؟ انا لازم امشي. ليه بس تقولي في ايه؟ هي بقى لها شويه شاكه فيا. طب انت مش مظبطه مع صحباتك؟ انا عارفه بقى شكلها عارفه حاجه. يلا والنبي يلا. استني استني هوصلك. ده ايه الجو وصفاره الحكم اللي على غفله ده؟ مساء الخير يا فندم. مساء الله السلام. الله يسلمك. الاستاذه غانيه الشيمي نازله هنا في الاوتيل. ثانيه واحده بعد اذنك. بعد اذنك. مظبوط يا فندم. طيب هي غرفه كام يا فندم؟ سوري ما اقدرش اقول لحضرتك. خساره انا كنت عايز اديها هديه. حضرتك تقدر تسيبها هنا واحنا نوصلها للغرفه. طب هايل قوي. انا هروح اجيب الهديه من العربيه وارجع على طول. اوكي شكرا. مش جاي اقولك زي كل الناس ما بتقولك، بس هي حاجة واحدة بس، الحزن في القلب وكل حاجة في قلبك بتبقى صعبة، بس الدنيا لازم تمشي، هتمشي ان شاء الله، مش كده ولا ايه؟ ان شاء الله يا ريان، بس كله بوقته. طبعا كله بوقته. انا مش بقولك انسي نصها، خليه فاكراه، بس فاكراه في قلبك، وعشان خاطره وعشان خاطر امك الغلبانه تنزلي شوفي شغلك واكل عيشك وروحي وتعالي زي ما انتي، عشان امك لما تشوفك كده هي كمان هتبقى كويسه، ولا انتي عايزه ايه؟ ربنا يسهل. أنا بقى اللي عندي طلب ليك. وأمريني. أوه. مالها مو حاجيشي. ما تقصرش بخاطر. أنت غلبانة ونفسها تفرح. أنا بنت وبقول لك. أنا عارفة يعني إيه فرحة. كل البنات بتستنى اليوم ده. عشان خاطر. ماشي يا جيجي. انا هرضيها وهرضيكي، بس انت كمان ترضيني وتعملي اللي هقولك عليه. انا بقى مش هنزل اشتري الشبكه من المحل غير لما تكوني موجوده، وانت اللي اديها بنفسك كمان، وانت حره صاحبتك، اتجوزيها اتعنسيها كده. فوكي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. مساء الخير يا ماما. اهلا يا حبيبتي. انا جيت لحضرتك في وقت مش مناسب. لا قصدي اصل انا كنت نازله. انا مش هاخد من وقت حضرتك كتير. ما الحقيقه اصل والله العظيم ما هعطلك، بس انا محتاجه قوي ان انت تسمعيني. طب اقول لك ايه بس دلوقتي؟ بصي بقى يا بنتي، من الاخر يوسف محرج عليا يدخلك البيت وانا ما اقدرش اخالفه في اللي قاله. يعني انت مش عايزه تسمعيني؟ ما انت المفروض تقدري موقفي. يوسف لو جه دلوقتي وشافنا لو انت واقفين الوقفه دي هيطين عيشتي. واديكي شفتي عمل فيا انا وانت ايه المره اللي فاتت. والله العظيم مستعده استحمل اكتر من كده 100 مره. لا حول الله يا رب. طب وليه يا بنتي كل ده؟ ما كل شيء في الدنيا اسمه ونصيب. ماما انا حامل من يوسف. انت بتقولي ايه؟ تعالي تعالي ادخلي. تعالي.
على بالي على بالي يا حبيبي على بالي على بالي على بالي ابن بلدي على بالي. يا مصري لو هدى له ألف ليلة تهجر بلدك وسيبها بلدك بيك أولى. هكون بكدب يعني؟ بتسألين أنا؟ اسألي نفسك، الموبايل اتقفل ليه أول ما رن؟ قطع شحن، أهو أهو، ما كل الناس موبايلاتها بتقطع، هي جت عليا أنا يعني؟ علشان تعرفي إن لا كنت في التدريب ولا نيلة، ولو كان فصل شحن كنت كلمتيني من تليفون زميلتك أو من أي تليفون في كشك في الشارع. يوم عايزاني أقف أتكلم من الكشك وأنا جاية على البيت، بتعملي معايا كده ليه؟ ليه؟ يا شيماء صرحيني كده وهاتي من الآخر إيه اللي في نفسك؟ أصرحك بإيه؟ أنا أخويا ما بيعملش معايا ربع اللي أنت بتعمليه ده. ما هو لو أخوك يجيب وشم اللي أنت بتعمليه هيكون مكسر دماغك ومنميمك في السرير همدانة. شم إيه؟ شم إيه؟ أنا عايزة أعرف أنت شم إيه؟ حد قال لك حاجة عليا؟ حد قال لك حاجة عليا يا يوم؟ حرام عليك بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه؟ حرام عليك؟ حرام عليك؟ أنا ويوسف حبينا بعض قوي، كان كل حاجة بالنسبة لي وانا كمان كنت كل حاجه بالنسبه له. عشنا مع بعض فتره ما كناش بنسيب بعض فيها ابدا، لحد ما فجاه قلب عليا بقى واحد تاني غير اللي اعرفه، بقى مش طايقني ولا طايق يشوفني ولا طايق يسمع صوتي في التليفون. طب واللي حصل بينكم ده حصل في الحلال ولا بالحلال؟ طبعا يا ماما، انا بنت ناس ومتربيه كويس، اتجوزنا عرفي، قال لي كده احسن لحد ما يظبط اموره بعد كده كل حاجه تبقى رسمي، وانا صدقته وسمعت كلامه. ما كنتش عارفه انه هيقلب عليا القلبه دي. انا لو اعرف هو ايه اللي غيره من ناحيتي انا ارتاح، اغير من نفسي، ارجع تاني نادين اللي حبها. والورقه معاكي بقى بتاعتك ولا لا؟ لا، يوسف معاه الورقتين. وهو عارف بحكايه الحمل دي؟ عارف، مش مصدقني ومش مصدق انه ابنه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. والحل ايه دلوقتي؟ مش عارفة. انا جاي لحضرتك عشان تقولي لي اعمل ايه. انا ما اعرفش اعمل ايه. معقولة يا لؤى؟ يوسف، يوسف جه، ادخلي جوه بسرعة، استخبي في اي حتة. السلام ورحمة الله وبركاته. مالك؟ مفيش حاجة. أنت خارجة ولا جاية؟ لا أنا كنت نازلة أشتري شوية كلف كده وعراوي من السوق. أحضر لك لقمة تاكلها؟ وأنت ما عنديش غدا؟ لا إزاي، الغدا جاهز على التسخين، أنا قلت بس يعني بدل ما تتعب نفسك أنت أنا أقوم أسخن لك. خش أغير تكوني حضرتي الحاجة. سألت دياب؟ اه حصل، وهقابله بكره وابلغه. بس هو سعادتك يعني لو كان ليا فيه يعني ممكن
اسال سؤال. اسال. يعني العمليه دي مش زي العمليات بتاعتنا، زي ما تقول سعادتك كده مختلفه شويه. انت مش بتسال، انت بتتناقش. العفو يا سعاده الجنرال، انا مجرد واحد بيتعلم من اساتذته. وتقصد ايه مختلفه يعني؟ في شكل العمليه، حتى الاولاد اللي بينفذوها يعني مش عمليه من عملياتنا الكبيره. بص يا سينو، شايف شويه التبغ دول اللي نازلين دول؟ شويه تفهيم ملهمش اي قيمه، لكن لو جمعتهم في سيجار زي ده تقدر تدخنه. والله يعني سعادتك تقصد ان العمليه دي هي شويه فتافيت التبغ الصغارين دول هنجهز بيها لعمليات تانيه كتير؟ مظبوط. اه كده صح. سعيد بقول لك اكلمك وعايزك تبقى عين عليا. عايز يعملني عصفوره اللهبل. وانت قلت له ايه؟ خدته على قد عقله، قلت له تمام، بس الموضوع ده هيكلفك شويه، لان انا كده ببيع نفسي وانا مش ببيع نفسي رخيص. برافو عليك يا يوسف، عملت الصح. خليك على هواه قد ما تقدر، وانا من وقت لاخر هرمي لك معلومات تقولها له، والفلوس اللي خدتها منه حلال عليك. تمام يا باشا، اعتبره حصل. بس هي لو ما فيهاش بواخه يعني، المؤاخذه في السؤال، هو ايه اللي يخليه يعمل حوار زي ده؟ سعيد كان بيشتغل هنا زمان، وانا كنت حبيته واطمنت له، وكان عندي ثقه كبيره فيه، وخليته دراع اليمين. بعد كده لف ولعب على غاليه بنتي واتجوزها، فاطمنت اكتر لانه بقى جوز بنتي، وحكيت له عن كل اسراري. اسرار ايه بقى؟ مش مهم، المهم انه طلع وخاني، ولولا ان غالي كانت على ذمته انا كنت فرمته. طب ما يتفرم دلوقتي يا باشا، ايه اللي يمنع؟ ولما رامي يكبر ويسمع، او بلاش يسمع، يعرف ان جده خلص على ابوه، تفتكر هيسامحني؟ كونه اتصل بيك ده معناها انه بيدبر لحاجه كبيره قوي انا معرفهاش، بس مش مهم. يا خبر النهارده الفلوس، بكره هيبقى ببلاش يا باشا. عن اذنك يوسف، خلي بالك. تعيدوا يا باشا، انا لما جيت حكيت لك الموضوع ده ما كنتش طمعان في قرشين. الحكايه ما فيها ان انا ما بعضش الايد اللي اتمدت لي. متشكرين يا باشا. نادين الساعة كام معاك؟ أنا آسفة بجد يا مدام عزة، اتأخرت شوية. نادين بطلي الكلام ده، دي مش أول مرة تتأخري فيها. معلش أنا آسفة، مش هيحصل تاني. وده بالنسبة للتأخير، إنما بالنسبة بقى للمكتب، ناوية تنزلي فجأة من غير استئذان؟ لا معلش مية، بس كنت تعبت شوية فجأة وبالنسبة مش ما كنتش أقدر أستنى، أنا آسفة. أنا لآخر لحظة بحاول إن أنا أحافظ على الناس اللي معايا، ساعديني إن أنا أعمل ده، ممكن؟ حاضر. ايوه يا سيدي، انا اللي هجيلك بنفسي. انت مالك؟ انا قلت لك معيش حد في المحل، جايلك اهو. يلا سلام. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا زيزي؟ ازيك يا مقدم؟ عامله ايه؟ كله تمام؟ تمام. وشك نور اهو، كويس ان انت اتشجعتي ونزلتي. كله تمام؟ الحمد لله تمام. طيب انا هروح مشوار انا وفاروق، ونيجي اسالك ماشي. الحمد لله على السلامه يا جيزي. الله يسلمك يا فاروق، ربنا يخليك. ايه ده؟ صباح الفل. صباح النور. بصي انا عايز انسيال، بس ما يكونش فيه شغل كتير، حاجه كده تكون سيمبل على ذوق القمر. هو لسه بطلع الجداد، اتفضل. ده حلو قوي ده. دوت حلو بس مش سيمبل قوي يعني. لا جامد جامد بصراحه يعني. ودوت كمان. لا ده هايل موت. تعرفي انا باجي اشتري من هنا مخصوص علشان تختاري لي على ذوقك. ربنا يخليك. بس انت للاسف مش واخده بالك مني. بس خير، الليل الاسود ده في حاجه ولا ايه؟ حاله وفاك. لا البقاء لله، الباقيه في حياتك. طب انا في حاجه اقدر اقدمها لك؟ لا ربنا يخليك بجد والله. يقولي ربنا لو في اي حاجه ما اقدرش اتاخر عليك. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ده ذوقك. يلا ديبه، انا هشتري انسان. اطلع بره يلا. امين، ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تطرد الزبون كده؟ افرض المهندس كان راجع وشافك، كان شكلي هيبقى عامل ازاي؟ وشكلي انا ما فكرتيش فيه، ما فكرتيش فيه، وانت بتهزري مع النطع ده. ايه يا بت؟ انت مش عارفه انا بغير عليك ولا ايه؟ بهزر معاه؟ ده على اساس ايه يعني؟ ان انا مصاحباه؟ مصاحباه؟ انا هيتقال لي مصاحباه؟ والله العظيم تلاتة الظروف اللي انت فيها انا كنت عملتها معاكي. خلاص يا ديب، سبتتني.
قعدني في البيت يا اخوي، ولو شفتني نزلت الشارع حتى ولا بصيت من الشباك بكسر لي رجلي. الصبر، قلت لك الجواز مش سهل. ايه الصبر؟ الصبر يا بنت الناس. وانا بقى السنين بتعد بيا والعمر بيجري وانت ولا في دماغك، فلو تعلن عليا يا ابن الناس خلاص نفضها سيره احسن. نفضها سيره؟ ماشي يا ريجي نفضها سيره. انا اعتبر الكلمه دي ما اتقالتش. انا لسه برضه مراعي الظروف اللي انت فيها. انا بقى ظروفي زي الفل، انت اللي بتزوغ من الكلام. بزوغ من الكلام؟ لما اقول لك عايزين نطلع من العيشه اللي احنا عايشين فيها دي يبقى انا كده بزوغ من الكلام؟ ايه عايزه تعيشي في الفقر؟ وهنطلع من الفقر ده ازاي ان شاء الله؟ طبعا هتقولي لما اسافر وارجع، مش كده؟ ايوه يا جيجي لما اسافر، هو ده اللي في دماغي ومش هغيره، هسافر. حلو، تسافر انت واستناك انا هنا، مش كده؟ وبعدين تبعت لي وتقول لي شوفي حالك يا بنت الناس ما تستنينيش. لا ديبو مش هيحصل، سفر وتسيبني ملطوعه هنا مستنياك مش هيحصل، وانت بقى ودماغك. مفيش فايده. والنعمة ما صدقت نفسي، لقيت جيجي داخلة عليا وبتقولي إن هي خارجة النهاردة عشان. ماشي، يبقى نتكل على الله وننزل نشتري الشبكة النهاردة. صحيح يا حبيبي؟ حبيبك؟ آه حبيبي، حبيبي ونور عيني كمان. وأنا ليا حد غيرك؟ آه ليك يا موح، ليك أمك ولا إيه؟ أمي دي أمي، إنما أنت روحي، الهوا اللي بتنفسه، عيني اللي بشوف بيها يمين. الكلام الحلو ده. طب اقول لك على حاجه بس ما تقولش عليا عبيطه. قول عبيط. انا كنت بتسحب كل ليله وادخل اتفرج عليك وانت نايم، ابص على حته حته فيك، املي نظري منك، كنت ببقى حاسه انك وحشني قوي، حتى يعني وانت مسيني بعلقه ومصبحني بعلقه. عارفه بنت محا، انا بقى ما كنتش بعرف انام الا لما اقعد افكر فيكي، بس لما الموضوع كبر مني قلت مالك يا ميمي ما تصبر، مالك بقيت خرع كده ليه؟ بس برضه ما قدرتش، برجع تاني افكر فيك عشان اعرف انام. انت عارفه انت الوحيده اللي كنت مزعلها، ما كنتش بسامح نفسي ابدا، وكنت لازم ارضيك قبل ما انام. يا لهوي يا لهوي يا بنت، في ايه؟ ما تظبطي. هو في تظبيط بعد اللي انت قلته؟ انت عارف يا ميمي ان انا ما كنتش حاسه اني عمري هسمع منك الكلام ده حتى بعد ما تدخل عليا. ليه يا بت في ايه؟ قالوا لك عني ايه؟ ده ميمي برضه عندليب. عندليب قلبي. احنا مكتوبين عشان بعض يا رايق، مش كده؟ طبعا. وانا طول عمري متاكد من كده. بحبك قوي. انا بموت في الطلب اللي مش عارف. ايه يا عمتي في ايه؟ في ايه يا عمتي؟ في ايه يامه؟ ده كان هيبوسها هيبوسها. بسيتك عقربه فين حبايه عيني؟ يبوس مين يا بت؟ وانت يا واد انت قاعد متسهو متنحنح كده ليه؟ ايدك فين؟ شيل ايدك دي يا عمتي. ايه ده؟ ايه ايه ده؟ ايه في ايه؟ تستغفلوني يا ولاد الكلب، اخس عليكم. يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل. اه ياني 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 ياني. اهدي يا عمتي، اهدي. في ايه ده؟ احنا كاتبين كتابنا. كان بيقول لي على الشبكه يما عشان ننزل نجيب الشبكه يما. والنبي لو انتوا نويتوا خلاص. طب والله كويس انت فاكره عمتي، انا وينا؟ طب ما تزغرتي يا بنتي يا موحه، خلي الدنيا كلها تعرف. يا عمتي اهدي، مش وقته. ما ينفعش نزغرت يا عم، البيت متنكس. متنكس؟ طب نزغرت بشويش يعني، ما دام البيت متنكس نزغرت بشويش. زغرت آه. بشويش. اه بس الست لقيتهم داخلين قدامي بيسالوني ها فكرت ولا وانا اصلا مش في دماغي. ازاي يا بابي مش في دماغك؟ بالعكس يا بابي، انت لما تبقى عضو في البرلمان ده معناه ان هيبقى عندك حصانه سياسيه، وبكده هتقدر تدخل وتخرج اللي انت عايزه من غير ما حد يقول لك اي حاجه. ده غير بقى ان انت هتبقى قريب من الناس التقال بشويه علاقات معاها، مش هنحتاج واحده زي فريده. ولا انت عايزنا نفضل دايما تحت ترسها؟ باباكي كبر يا غالي، ما بقاش حمل لا سياسه ولا قرف. فعلا السياسه ده وجع دماغ، ما اعرفش ده عيب ايه، ولادنا شعبيه فين، وانا اصلا ماليش في اللعبه دي خالص. اظن عارفه مصلحه بابي كويس، مش مستنياك انت عشان تقولي لي ايه اللي ينفعه اقوله دول. شايف؟ شايف يا شيري بتعاملني ازاي؟ شايف؟ يلا يا عصام على المطبخ. انا اصلا ما قلتش حاجه يا خالي، انا هتكلم على الدوشه اللي في الموضوع، وخصوصا الراجل مرشح نفسه قدامي تقيل قوي في اللعبه، ونزلت قدامي هبقى بخبط فيه. يا بابي افهمني، الناس دلوقتي بقى عندها وعي، عارفين يفرقوا بين الصح وبين الغلط، والنهارده كل يوم في حملات بتتعمل ترد الفلول، يعني الراجل اللي اسمه هلال الدهشوري ده مش هيقدر يقف قدام حركه التغيير، فاهمني؟ وفين سألت خسرت فلوس الحمله؟ لا مش هتخسر فلوس الحمله، دي امرها سهل جدا، عشان الناس هم المرشحينك، وده معناه انهم هيدعموك، يعني بشويه فلوس منك على شويه فلوس منهم الامور هتمشي.
وساعتها بقى لما تبقى نائب الدايره الخير هيعم مع الكل. هما فاهمين كده كويس. بقول لك ايه يا غالية، ما تكبريش الموضوع في دماغك. يا بابي الموضوع كبير لوحده، انا مش فاهمه ازاي مش مديه اهتمام. ده انت راجل تاجر وصياد، يعني عارف تاكلها منين. شايفه كده؟ انا مش شايفه غير كده. بس عدت الليل. فين ايه؟ ما لقيتش اي حد هناك ولا حتى فلوسي. مش عارف كل اللي كان معايا راح في لحظة، وادينا اهو رجعت للصفر من جديد. ولا يهمك خالص، المهم ان انت بخير. الفلوس دي امرها سهل يا راجل، ان شاء الله هتشتغل وهتعوض كل اللي راح منك. المرة دي مش سهلة يا ابو يحيى، انا حاسس ان في حد مبلغ علينا. يا راجل حد مبلغ عليكم ايه بس؟ ازاي الكلام ده؟ مش عارف، بس الحكومه مش هتيجي لغايه المحل وتجري ورايا الا ما يكون عندها اخباريه، وانا دلوقتي مش هينفع اشتغل في اي حته. اكيد دلوقتي بيدوروا عليا وقلبين الدنيا. والله يا اخي انا مش عارف اقول لك ايه، بس ان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام. طب انا عاوز منك خدمه، الشغلانه اللي انت قلت لي عليها لو ينفع بس. يا سيكا يا سيكا، الشغلانه دي كانت امبارح، اكيد النهارده طبعا في حد اخذ مكانك. انا مفيش مكان اروحه دلوقتي، وانت عارف معيش فلوس، لو ينفع بس ثبات عندك ليلتين لحد ما ادبر اموري. سيكا والنبي ما تحرجنيش، انا مش عايز مشاكل. لا لا انسى موضوع المشاكل ده نهائي، هما بس ليلتين لحد ما اعرف انا هعمل ايه، مش هتشوف حبيبتي تاني. ماشي، بس شايف دول ليلتين بس. ماشي، وانا مش هنسى الجميل ده ابدا يا عم يحيى. شكرا. في الهوم يا حبيبي، في الهوم. انت اكيد بتهزر يا سن. سابق قبل كده وهزرت معاك في شغل ولا في غير شغل حتى؟ ما حصلش، بس يعني مش غريبه قوي ان الجنرال بجلاله قدره يطلب عمليه بسيطه زي دي، ده اي حد ممكن يعملها. اقول لك على حاجه، الناس من الضنك اللي هي عايشه فيه ممكن تعملها. فاهمها لي بقى؟ مش شغلتك، مش شغلتك انك تفهم سبب لكل حاجه. شوف يا ديمو، احيانا في حاجات بتحصل تبقى صغيره قوي بس في تأثيرها بتبقى كبيرة أوي، أكبر حتى من مستوى فهمك. وفي النهاية مش شغلتك إنك تفهم، أنت شغلتك إنك تنفذ أوامر الجنرال وبس. مفهوم يا سيدي، مفهوم. كلام اللي أنت قلته لي آخر مرة ساعة موضوع التمثال أنا ما بلغتوش للجنرال، اعتبرته مجرد كلام، كلام في الهواء في لحظة سرحان. بس مش كل مرة أعتبر كلامك كده، خد بالك كويس أوي من كلامك معايا. تمام تمام يا سن. دي صور الارض كلها، يا ريت حضرتك تبص عليهم بقى واحده واحده. انا خلاص اتفقت مع صاحب الارض، ما فاضلش غير انتوا تروحوا تشيكوا عليها. بس انت متاكده ان الارض دي ممكن يكون فيها حاجه؟ انت عارفه الاجازه والناس اللي بتيجي بيكلفونا كتير. انا من نظرتي متاكده ان هي فيها حاجه. مع احترامي الشديد، ايه اللي بياكد لك نظرتك دي؟ يا فندم انا متخصصه في تاريخ الاثار، واعرف كويس قوي ان الفراعنه ما بيختاروش لا اي ارض ولا اي مكان عشان يعملوا مدافنهم عليها. الدفن عندهم ليه مواصفات خاصه جدا، هم مش مجرد ناس يعني بيحفروا ويدفنوا وخلاص. وبعدين دي مش اول مره طلع اثار مدفونه. التربه بتاعت الارض دي فيها تشابه كبير جدا بين الاراضي التانيه اللي طلعنا منها اثار قبل كده. اتمنى لو يكون فيها، واسف جدا لو فهمتي سؤالي غلط. ولا يهمك طبعا، انا مش محتاجه ان انا افكر حضرتك في موضوع العموله. مش هنختلف ان شاء الله، مش هنختلف. طيب لما الناس اللي عند حضرتك يكونوا جاهزين يا ريت تبلغني. اكيد ان شاء الله. افرد كده يا كابتن، افرد افرد. الله ينور عليكم يا رجاله. يا باشا دي يا باشا هتبقى للشارع، ويبقى في واحده على اليمين وواحده على الشمال. برافو عليك يا يوسف، تعالى عايزك جوه شويه. تحت امرك يا باشا، عايز فيها خرام عشان الهواء. خير يا باشا؟ عايزك تعدي على الراجل بتاع السياحه، عندي هديه صغيره عايزك تديها لي. حاضر. بابي انا عندي مشوار صغير كده هخلصه واروح من بره بره. اوكي يا حبيبتي، باي. اوكي روح. باي. ده الصح منه يا باشا، عشان نأمن نفسنا من اي لبش ممكن يعمله الدهشور. صح. هديه ايه؟ ماشي يا باشا، انا هلفها لفه تمام واجري على هناك على طول. عن اذنك. مع السلامه. انا ماشي يا فادي، راح التمرين، عايز حاجه؟
استنى يا عم كده انا عاوزاك. ادي قاعده يا ستي. قولي. مش هفكرك باللي اتفقنا عليه. ايه بقى اللي اتفقنا عليه؟ الرولز. رولز؟ رول نمبر 1 اللي عينيك شافته هنا محدش تاني غيرك يعرفه. نمبر 2 شرب كتير في اي مكان ما يحصلش لانك ممكن تسكر ولسانك يفلت. ماشي. معاملتنا هنا انا اللي هحدد ميعادها مش انت. اوكي يا حبيبتي. تليفونك اول ما تدخل هنا يكون مقفول ويا ريت تشيل بطارية. ماشي يا روحي. عايز حاجة؟ اشوفك بالليل. اوكي. هو انت ليه دايما قاعد لوحدك؟ انا بتيجي لوحدك وتقعد لوحدك تمشي لوحدك، مش غريبة شوية ولا؟ غريبة جدا، غريبة. والشيء الغريب فيها يعني انك تلاقي حد مركز معاكي وتحس انه مراقبك. لا انا مش براقبك، ما تخافش، مش قصدي. وانا كمان ما اقصدش، بس يعني اقصد يعني انها غريبة شوية ان يبقى في حد مركز معاكي وشايفك قاعد لوحدك ومخلي باله منك وحاجة كده يعني. طبيعة شغلي بتخليني ابقى دايما واعية من الناس اللي حواليا. انتي بتشتغلي ايه؟ مذيعة. احتمال ابقى مذيعة، مش متأكدة لسه. قول ان انا خريجة اعلام. اقول طب يعني ليه احتمال تبقي مذيعة يعني؟ عملت انترفيو بس انا النتيجة عندي احساس ان هم هيسقطوني. انا دايما عندي حساسة كده، ما تخونيش. كمان عندك الحساسة؟ كويس. مين صاحب المحفلة؟ لا ماليش في الوسايط وكده فمش. انا ما قلتش وسايط، في حد قال وسايط هنا؟ ما قلتش وسايط. مين صاحب المحطة؟ واحد اسمه فريد منير. تمام، فريد منير. هل؟ هو ايه اللي حلو؟ اسمه؟ طب مش عايز تعرف اسم انا طيب؟ انا اسمي دياب، ديبو. ديبو. انا اسمي امينة. ازيك يا امينة؟ ليه ما جيتش تسلم عليا قبل كده؟ احنا غنينا مع بعض هنا مرة، فاكر؟ فاكر. وعلى فكرة صوتك حلو جدا. بعد ايه؟ انا بس ممكن تلاقيني يعني بكسف جدا. طيب المرة الجاية ما تكسفش. حاضر. هتسافري فيها هتقعد لي بالاسبوعين والثلاثه؟ ده غصب عني، ما انت عارفه شغلي. يا سلام. طيب المره الجايه بقى هعرف انت فين واجي اطب عليك. تشيس. ايه ده؟ ايه ده؟ هتقوم! انت ايه اللي دخلك كده اصلا؟ هتقوم! يلا! ايه اللي بيحصل؟ يلا! ايه ده؟ واخدتني على فين؟ انصور باشا. ازيك يا ديبو؟ اخبارك ايه؟ كله تمام سعادتك. اخبار انتخاباتنا عندك ايه؟ لا انا لسه المرحله الثانيه، اما نشوف. اكتساح يا باشا، ان شاء الله اكتساح. ميرسي يا ديبو. قول لي اخبار المكان ايه؟ حلو ولا هنتعكنن؟ عكنن ازاي يا باشا وديبو موجود؟ على فكره وجيه المنياوي قطعت لك رجله من هنا خالص. احسن. ميرسي يا ديبو، ما تحرمش مني. اتفضل يا باشا، اتفضل سعادتك. يا ميمي، ازيك يا صاحبي؟ ايه بقيت العيال؟ جايين يعني. ماشي يا صاحبي، سلام. اتفضل امضي يا مدام. اتفضل امضي. تحب نجيب الوالد يستلمك ولا؟ لو سمحت، كفاية قوي بقى لحد كده، ملهاش لازمة الفضايح. شريف باشا. أبو حجاج. وحلو باشا فيك. تعال.
ايه ده؟ في ايه يا مدام غالي؟ انت بتعملي ايه هنا؟ يوسف الحقني، يوسف الحقني. ايه اللي حصل؟ تطرفوا بعض يا يوسف ولا ايه؟ يا باشا استاذن معاليك يا باشا في كلمه بره. ماشي. زي ما بقول لك كده يا دهش، اول ما جالي الخبر ده قلت لازم اقول لك عشان تبقى عامل حسابك. انت متاكد من الكلام ده يا سعيد؟ عيب يا دهش، انا عمري قلت لك حاجه وطلعت غلط. الله، هو من امتى الشيمي بيفكر في الانتخابات دي؟ لا هي لعبته ولا بيفكر فيها يا بيه. البلد حلقه تشقلب، واللي ما كانش بيفكر زمان عينه بقت قد كده وبقى طمعان فيها دلوقتي. اه والله والله، وطمعت يا شيمي. ماشي، هو فاكر بقى ان شويه العيال اللي حواليه هينطقوه وينجحوه في الانتخابات. شفت انت بقى ازاي الكلام كده؟ انا شفت، لكن هو لسه ما شافش. والله العظيم لو وريه النجوم في عز الظهر الفرجه هتبقى للكل. يا رب. ميرسي يا يوسف. على ايه؟ انا ما عملتش حاجه. انا بس كنت عايز اقول لك انه الموضوع ده بالنسبه لي كانه ما حصلش. يعني لا هجيب سيرة لحد ولا الشيمي بيه ولا لغيره. انت عارفاني انا راجل في كلمتي. كنت ميرسي. تصبح على خير. غالية. بلاش تعيطي. امسحي دموعك كده وابتسمي وخشي عادي كأن ما حصلش حاجة. عايزه افهم حاجه دلوقتي. لما اللجنه تقول لي ان انا رقم واحد من مرشحين المذيعات وانت تيجي تقول لي ان انا سقطت، انا اعمل ايه دلوقتي؟ بص يا انسه، اللجنه من الاخر بتدي توصيات مش اكتر، لكن القرار النهائي بيبقى من مستر فريد صاحب المحطه. وبدام القرار النهائي جاي من صاحب المحطه، يبقى انتوا لازمته ايه بقى ان انتوا تنزلوا اعلانات والانترفيوز والكلام الفاضي ده كله؟ ولا انتوا بتحبوا الشكليات بس، ولا هو ايه بالظبط؟ والله علمي علمي، انا هنا مش اكتر من سكرتير وبس. طب انا عايزه اقابل مستر فريد ده. مش ممكن، ما ينفعش حد يقابله بدون مواعيد سابقه وقابليها بمده كمان. ده غير ان هو الوحيد اللي بيقرر يقابل مين وما يقابلش مين. طيب الاقي معاك ورقه؟ اه طب اتفضلي. الى الاستاذ فريد، فز في سيادتك. وصل له دي لو سمحت.
ايه يا ام عاطف انت ايه؟ مفيش حاجه غيرتك؟ الثوره ما عملتش فيكي حاجه؟ اتقالي شويه يا ام عاطف. يا جماعه اللي سلم بومبا امبارح هو اللي هياخد النهارده، اللي ما سلمش هيستنى معانا شويه. بكام يا نهر؟ ب 8 جنيه يا ستي، يعني ب 8 جنيه، يعني وداعا لغلاء الاسعار، يعني وداعا لبابور الكاس، يعني بالصلاه على النبي كده كله هيطبخ النهارده، وريني كده يا ستي. والنبي يا نهر اهو من امبارح. بس انا حاسس ان البوم طب زقوه. ليه يا نهر؟ هديكي انبوبه برضه، خدي واحده. ماشي يا نهر. خدي واحده تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى سقطت في الامتحان. أنا مخنوقة أوي. عادي، كلنا مخنوقين. لا بس أنا مخنوقة بجد. تصور يسقطوني عشان ما عنديش توصيه من حد. وايه الجديد في كده؟ ما بلدك كلها ماشيه بالطريقه دي. هو انا المفروض اعمل زي الناس عشان اعرف اعيش؟ هتعيشي كل حاجه بس هتزعبي شويه. طب لو التعب ده بيجيب نتيجه تمام. بستغرب قوي، بستغرب ليه ما ينفعش الحياه تبقى ابسط من كده؟ ما تشوفني انا بعرف اعمل ايه، ومش مهم انا بنت مين ولا جايه منين. زي المكان هنا مثلا، ما الناس عادي قاعدين مع بعض وبيتكلموا وبيحكوا، مش لازم كل الناس تعرف تفاصيل حياه الناس اللي حواليها. زينا احنا يعني، ما انا ما اعرفكش قوي. انا حاسه ان انت بني ادم كويس، وهو ده اللي انا محتاج اعرفه. صح ولا انا بقول اي كلام ولا ايه؟ يمكن يكون صح، يمكن. انا دلوقتي مقتنعه ان هو صح، وهقعد اطبقه في حياتي لحد ما يثبت فشلته. اوكي؟ مش هبقى مذيعه، في صحافه، كتابه، على ما اظن بقى دي ولا فيها وصيات ولا محسوبيات ولا نيل. ابويا دايما كان بيحكي لي عن واحد كان بيجي يسهر عنده في الشغل. الواحد ده ما كانش معروف ولا حتى مشهور، بس اي حاجه بيكتبها كان بيتاثر بيها الناس في كل حته. عادي، دي ضريبه الكتاب، مفيش حد يعرفهم غير المهتم بيهم. لا ده كان مشكلته انه مفيش حد يعرفه خالص، لا المهتمين ولا غير المهتمين. المهم صاحبنا ده كان بيكتب مقالات لرئيس تحرير. رئيس تحرير جورنال من الجرايد، انا حتى مش فاكر جورنال ايه. كان رئيس التحرير بيقول له اكتب لي مقال عن كذا وكذا وابعته لي على البيت. كاتب من الباطن في الضلمه يعني. المهم تقدري تقولي ان رئيس التحرير كان بيديله فلوس على المقالات دي كل اسبوع. كان يجي يسهر عند ابويا ويخلص كل فلوسه في ليله واحده بس، كل اسبوع، وهكذا الحياه. يعني قصدك تقول ان حتى كتابه فيها كده برضه؟ اي حاجه فيها كده. لا ما تقولش ان اي حاجه فيها كده. ده واحد قرر ان هو يبيع روحه من الاول، خلاص هو حر. ده ما كانش اختيار، ده كان اجبار. الظلم والفقر والعوزه بيخلوا اي حد يعمل اي حاجه، صدقيني. المهم بعد ما رئيس التحرير مشي من الجورنال، او تقدر تقولي رفدوه، صاحبنا بقى خالي شغل، بقى ماشي في الشوارع يكتب على الحيطان انا الكاتب الاصلي، انا اللي عملت فلان الفلاني. مش هتصدقه. مش حد صدقه. عشان كده البساطه اللي بتتكلمي فيها عن الحياه مش حقيقيه، مش حقيقيه. في ناس في الحياه بتاخد اماكن ناس، في ناس بتقتل احلام ناس. خلاص بقى نظام اتعودنا عليه، قانون ماشي على الكل. افهمي. عارف انا لو اطول فريد منير ده عملت فيه ايه؟ تعملي فيه؟ مش عارف، بس اكيد هعمل حاجه تضايقه. طب يا ستي، الفريد بتاعك ده بيسهر عندي في الشغل، وبتعالي في اي وقت بيجي وهتلاقيه هناك. سلام. لا استنى، طب استنى نتكلم في الموضوع ده. يا باشا انا مش هتكلم غير في وجود الرايق بتاعي. صباح الفل يا ايسن باشا، نورت المنطقه. ازيك يا دفعه؟ الانابيب دي منين يا رايق؟ بتاعت الناس يا باشا، اللي بيفضل نملاه وناكل فيه لقمه عيش. تعرف سعر الانبوبه بقى بكام دلوقتي؟ وبتملوها بقى منين ان شاء الله؟ مستورد يا باشا، مستورد. هنعمل ايه بقى؟ اكل العيش مر يا باشا. ما يلزمكش انبوبتين على البيت. صحيح ما يلزمكش، بس انتوا بتوع الغاز الطبيعي. عشان انا كنت عايز اوجب معاك من غير اي حاجه والله. لا تشكر يا اخويا، واجبك وصل. نورت يا باشا.
اطلع يا ابني. نورت يا عم الدنيا. عارف يا يوسف، وحامل منك كمان، وكمان مش عايز تعترف بيه. ليه يا ابني كده؟ بتعيد موال ابوك تاني ليه؟ ده انا اللي ربيتك وطلعت كانك شارب مني. مش مكفيك المرار اللي عشته وعيشتني معاك في عمر بحاله؟ جاي تبتديه من الاول وجديد تاني في ابنك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا ديبو، رحت فين؟ يا عم انا معاك اهو. لا يا ابني انت مش معايا خالص بصراحه. انت جاي تقعد مع نفسك او منزل انا؟ لا لا انا عايز اقعد معاك. انا بس سرحت منك شويه. سرحت في ايه خير؟ اقول لك يا عمي، هو انت ام يوسف ايه يعني؟ ايه الموضوع يعني؟ ناويين على ايه؟ شوف يا ديبو، انا زي ما قلت لك قبل كده، الست دي انا ممكن اكتب عليها النهارده قبل بكره، بس انا عارف ان مشكلتها ابنها، خايف اتكلمها، وانا متاكد بقى ان عمرها ما هتقدر تكلمها. يعني انت عارف انها عمرها ما هتكلمه وراضي بكده؟ طيب يا ابني، لاني مقدر من فوطتها. طب بقول لك ايه، لو حصل يعني افتراضا يعني خلاص هي وافقت وابنها وافق كله بقى تمام، وبعدين رحت لها قلت لها ما ينفعش خلاص ما بقاش ينفع، وقلت لها اي اسباب، هتعمل ايه هي؟ من غير اسباب يا ديبو ولا هتعمل حاجه يا ابني. تعبيط يا انا، هو في حد بيغصب حد يقعد معاه غصب عنه؟ لا يا عم ما ينفعش، محدش بيقعد مع حد غصب عنه، بس يعني منظرك هيبقى ايه قدامها؟ بقول لك ما تجيلي دغري وتقول لي انت عايز توصل ليه من الاخر. تفضل طول عمرك تحلف انك نفسك تعمل الحاجه دي، واول ما تعملها تلاقي فجاه حصلت لك حاجه تانيه خالص. حاجه احلى؟ مش حكايه احلى ولا وحش، حاجه وخلاص. منظره يا بيه، انت بتسالني انا؟ اسال نفسك يا بيه، اسال نفسك. وحشاني يا سونا يا حبيبتي، وحشاني قعدتك الحلوه. وانت كمان يا زوزه يا اختي. عقبال بناتك. من بقك لباب السماء يا حبيبتي، بحياتك ان شاء الله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انا كنت يعني عاوزه اطلب منك حاجه كده، بس الحقيقه كنت محرجه يعني منك. محرجه؟ تحرجي مني انا؟ ده احنا اخوات يا زوز. كنت عاوزه يعني لما البت سمحت تتجوز الرايق يعني اجي اقعد عندك يومين، عشان انت عارفه الجواز بقى والحاجات دي عايزاهم يرمحوا في البيت كده براحتهم. طب تصدقي وتامني بالله؟ لا اله الا الله، كانت على طرف لساني وكنت لسه هقولها. يا حبيبتي اصيله والله يا سونا، الوانه اللي كنت خايفه لا تقل عليكي. اسم الله عليكي يا اختي، تقلي عليا؟ ده ما شدتكيش الارض تشيلك الكنبه. كنبه؟ اه. يا رجاله جرالكم ايه؟ في ايه مالكم؟ يا ده في ايه؟ واحد كان طمعان في التمثال والتاني بيوزع له عربية انابيب مش كام انبوبه وخلاص، هو في كده يا راجل؟ بتهدى يا عم ديال، الناس يا اخي مشتاقه لريحه البوتاجاز. ولما جنرال يعرف اللي احنا عملناه الناس دي هتنفعنا بحاجه؟ هو يعرف منين وكان عددهم؟ بعدين احنا عملنا اللي قالنا عليه، غير كده ملوش فيه. مين افهم؟ افهم يا جدع انت، لما ندوس على شغلانه تبعه يبقى احنا كده بنعمل مصلحه من وراه، هو لو عرف مش هيسيبنا في حالنا، صح ولا غلط؟ يا عم الحكايه لا صح ولا غلط، مفيش حد هنا ممكن يقول له الكلام ده، احنا بس اللي بنشوفه، ومش احنا كمان، انت لوحدك اللي بتقابله. يا يوسف محدش ضامن اي حاجه، ممكن تبقى الليله دي كلها تستاهل، بيمتحننا يا اخي. بقول لك يا دياب، اللي حصل ده احنا اللي لنا مصلحه فيه ولا الشغال يا راجل؟ الناس تعبانه وكفرانه، كل يوم من صباحات ربنا واقفه في الطابور وشايل الانبوبه في دماغها، وفي الاخر بيرجعوا ايد ورا وايد قدام.
اوعى تفتكر ان الجنرال ده بيعمل كده عشان خاطر الناس ولا بياخد الانابيب ويوزعها في حته ثانيه. لا يا صاحبي، ده بيعمل كده عشان عطش السوق، بيعمل كده عشان يكسب الناس ويدوس على دماغهم. وبعدين اسال اي حد في الحاره اشترى مننا، احنا بعناها بحقتها 8 جنيه ولا مليم زياده، يعني لا سبوبه ولا مصلحه. امي طلع لها انبوبه؟ حصل. ولسه في شويه انابيب جوه الحبايب. ماشي. يا عم يوسف، الناس اتبسطت؟ وبيدعوا لنا. تمام. ياكش يولي على الجنرال، لابو الجنرال كمان. خليها على الله.